بنتي قلبي تاجي حبي حتة ساكنة في قلبي من غيرك أموت، شكلي حد حل مشاكلي بمبونية تتاكلي. تعالي على ايه؟ عسي يا بنتي والله. هو انا ستي وحش؟ بجد ستي وحش؟ بصراحة انتي صوتك جميل، صوتك مفيش احلى منه والله العظيم، ما سمعتش احلى منه. يعني انتي اللي صوتك جميل قوي يعني؟ طب اسمعي بقى الصوت الاصلي الحقيقي بقى. سمعينا. اصل الافندي ده في حته تانيه، عندي مترزده جوه قلبي وفي قلبي لغلاوه. اصل الافندي ده في حته تانيه، عندي مترزده جوه قلبي وفي قلبي لغلاوه. ما تسكتي بقى، ده انتي صوتك بيلم الدبان. بصراحه انتي اللي صوتك بيلم الدبان. مفيش غيره هو اللي يحكم ما بيننا. مين؟ يا بابا يا بابا يا بابا. في ايه يا بنات؟ يا بابتي امنيه بتقول عليا نفسي وحش. بصراحه يا بابا انا عاوزك النهارده تحكم ما بيننا، ما بيني انا ما بين اختي فيروز، مين الصوت الاحلى. خلاص خلاص، كل واحد فيكم يغني اغنية. ما تبدأيش يا فيروز. شخبط شخبيط لخبط لخبيط، مسك الالوان رسم على الحيط. شخبط شخبيط لخبط لخبيط، مسك الالوان رسم على الحيط. استنى هتسمعوا صوتي انا كمان. طب غني يا بابا، سمعنا صوتك وانت كده تبقى احلى صوت فينا. يا حنان يا حنان يا حنان، على حبك بان يا دليلي. يا حنان يا حنان، على حبك بان يا دليلي. مين حنان دي بقى يا اخويا؟ يا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم والفكرة كمان تكون عجبتكم. وقبل ما تنتهوا الفيديو اشتركوا في القناة، فعزل الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، واكتبولي في الكومنتات اكتر شخصية بتحبوها ايه، انا ولا الحاج ولا امنية ولا فيروز ولا الولد. اكتر شخصية بتحبوها اكتبولي في الكومنتات، اكيد بتحبوني انا اكتر صح. يلا باي.